بعيدا عن اللي حصل في الفيسبوك اليومين اللي فاتوا والعطل الكبير اللي وقف فيسبوك ووقف التطبيقات اللي بتمتلكها شركة فيسبوك زي انستجرام واتساب، ومحدش عارف الحقيقة فين، محدش هيعرف ايه اللي حصل لان الحقيقة في الموضوع ده هتوه. لكن في اليومين دول خرج علينا البرودكت مانجر بتاعت فيسبوك اللي استقالت من شغلها فرانسيس هاوجن بتصريحات في منتهى الخطورة في برنامج 60 مينتس. التصريحات دي هشاركك بيها لاني لو انت لسه بتتعامل مع الفيسبوك والسوشيال ميديا بنوع من البراءة والامان، اعتقد ان انت محتاج تغير مفهومك وتبتدي تاخد حذرك. من اخطر الحاجات اللي قالتها فرانسيس عن الفيسبوك ان الالجوريزم بيختار وبيتعمد انه يظهر لك محتوى يغضبك، محتوى انت ما تكونش موافق عليه وضده، لان ده بيخليك تتفاعل مع المحتوى. فهو ما عندوش مشكلة انه يظهر لك محتوى عنيف، محتوى عنصري، اي محتوى، المهم تكون انت رافضه وضده بحيث انك تبتدي تتفاعل مع المنشور ويصير غضبك، فانت تعمل رياكت انجري او تكتب كومنت او ايا كان. الالجوريزم بتاع الفيسبوك بيتعمد ده، دي مش حاجة عشوائية. فرانسيس كمان قالت ان الفيسبوك بيميز وبياخد اجراءات ضد محتوى صغير جدا 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 من اجمالي المحتوى اللي فيه كراهية وفيه عنف. فبنسبة 3-5% بس من المحتوى اللي بيكون بيحرض على الكراهية ورفض الآخر فيسبوك بياخد إجراءات ضده. نسبة 1% بس من المحتوى اللي بيكون فيه عنف فيسبوك بيميزه وبياخد إجراءات ضده، باقي المحتوى ده فيسبوك بيتجاهله تمام. وده يمكن للسبب اللي احنا قلناه في أول نقطة وأول تصريح هي قالته، لأن ده هو اللي بيجيب تفاعل أكتر. كمان صرحت وقالت ان تطبيق انستجرام اللي بتملكه شركة فيسبوك بيخلي حياة المراهقين والاطفال حياة مزرية، حياة مدمرة، لانه بيدمر افكارهم وشخصيتهم ونفسيتهم. والدراسات والابحاث اللي هي يعتبر سربتها من شركة فيسبوك بتقول ان نسبة 13.5% من البنات المراهقات اللي بتستخدم تطبيق انستجرام فكروا فعلا في الانتحار، ونسبة 17% من البنات اللي بتستخدم انستجرام حصل لهم مشاكل في التغذية، سواء سمنة نحافة، لأنهم غير راضيين عن شكلهم بسبب التطبيق ده وكم الصور وكم الحاجات اللي بيتعرضوا لها اللي بتخليهم يرفضوا واقعهم ويرفضوا حياتهم. فرانسيس هاوجن بتعتبر فيسبوك هي أسوأ منصة تواصل اجتماعي هي اشتغلت فيها. هي اشتغلت في أكتر من منصة قبل كده واشتغلت كمان في جوجل، لكن هي بتعتبر فيسبوك هي الأسوأ. وده يمكن يجي للتصريح الأخير اللي عايز أشاركك بيه، أن هي بتقول أن فيسبوك دايما بتبقى قدام اختيارين، يا إما يكون محتوى نافع للمجتمع وبيساعد المجتمع أنه يتحرك لقدام بغير في حياة الأشخاص للأفضل وبالتالي هيخسر أو مش هيحقق الأرباح المطلوبة، أو أنه يكون ضار للمجتمع ويكون بيساهم في تدمير مجتمعات وشعوب وأفكار وأجيال في مقابل الربح المادي. فيسبوك دايما محطوط قدام الاختيار ده، وهي بتقول ان فيسبوك دايما ومارك زوكربيرج دايما بيتجه للاختيار الربح على حساب شعوب، على حساب دول، على حساب حكومات، على حساب أطفال، مراهقين، كبار، أين كان، انت سلعة بقدر الإمكان هو بيحاول يخليك تتفاعل معاه أين كانت الطريقة وأين كانت الوسيلة. في النهاية خد حذرك الشديد جدا وانت بتستخدم السوشيال ميديا وعلى رأسهم الفيسبوك، خلي بالك انت بتنشر ايه عن نفسك وكم المعلومات اللي انت بتشارك بيه الناس، لان في يوم وليلة زي ما حصل عطل وما كنتش قادر توصل لحسابك ممكن يحصل ده تاني، بس وقتها ممكن ما يكونش لحسابك وجود، لان كل المعلومات اللي هتكون اتخذت من فيسبوك هتكون اتباعت وما تعرفش مين هيستخدم المعلومات دي ازاي. فخد حذرك مرة تاني وتالت، واعتقد ان ده جرس انذار كبير جدا للعطل اللي حصل، والتصريحات دي في منتهى الخطورة تفهمك السوشيال ميديا بتشتغل ازاي وتفهمك ان انت في الغالب سلعة. اشوفكم الفيديو الجاي.